لم يحل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتصعيد الخطير مع الغرب روسيا دون تنظيم الفعاليات المعتادة لعيد النصر، فما أضحى تقليدا سنويا في البلاد بات في ظل الراهن من التطورات يحمل معاني مضافة. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لكي لا تتكرر مآسي الحرب الشاملة. روسيا دعمت قيام نظام آمن متساو يضمن العيش الآمن للجميع، لكن دول الناتو لم ترغب في سماعنا وكانت لديها خطط مختلفة. متابعون توقعوا أن يستغل بوتين المناسبة للخروج بإعلان ما حيال العملية التي تقودها قواته في أوكرانيا، غير أن آخرين رأوا فيما قاله رسائل مهمة أيضا. حضور التعبئة العامة والإعلان عن الحرب في كلمة بوتين كانت احتمالات أخذها الغرب في اعتباره، وهو الذي يحرص على تحويل روسيا إلى إمبراطورية للشر. وشهدت الساحة الحمراء عرضا عسكريا كبيرا، كان من بين ما ميزه هذه المرة مشاركة عسكريين من الوحدات التي تقاتل في أوكرانيا وغياب العرض الجوي. رغم محاولات البعض إقناع السلطات الروسية بجعل فعاليات عرض عيد النصر أكثر محدودية هذه السنة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، غير أنه تقرر تنظيمها في إطارها التقليدي المعتاد بمشاركة ما يربع على 11,000 جندي وأكثر من 130 آلية عسكرية. تتراجع أعداد من عاصروا تلك الحرب بشكل سنوي، لكن من بقي منهم ما زال أكثر زوار عروض النصر وفاء. المناسبة ربما تذكر الآخرين بأنه لا وجود لأمن على حساب أمن الآخرين، والأمر مرفوض قطعا. عبر فعاليات عيد النصر تحرص روسيا على التأكيد على قوتها العسكرية، أمر قد يبدو أكثر إلحاحا اليوم في التصعيد الحاصل على خلفية أزمة أوكرانيا. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.